أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شفان النهيجا قهدارنا عزيز ببرنامج نودي سأمل البيش بريوانا معلومه دما نزله قرانه کو قران نازل بو بو او زمان زمانه کی و رنگب کو رنگب وو کو زمانه عربی کو زمانه زمانه زمان ویه حریف فسیح زمانه عربی او زمان بو. جبو وی کی انساني زماني جي یې معنا قرانیا ظاهری فهم دکړ شوخه معنا او باطنی کو فهم ندی کړی چې پیغمبر ما علي صلواتو و سلام دپرسې ا دې معلومه ایرو د زمان ديږي او پښتي چې دوربونا زمانه پیغمبر ما علي صلواتو و سلام کو زمان کته نه بینه انسانو و نزول قران زمانه کی دریش ا دی انسانا د ویج معنا قران اباطن بردن ا دی جوان را زحمت هات فهم کرنا قران معنا ویا ظاهری معلومه قران کریم اجبو خطر او حکم او احکام او د حياته خود ام تطبیق بکن رب العالمین مجرا شان دی ji bo vê yeke fehmkirina quranê ji bo me zehf giringe ji bo vê yeke jî lazim e qur'an bê tefsîr kirin bê manekirin da go însan fehm bikin ka rebbê wa ji wan çi dixwaze ka rebbê wa ji bo go ji wan razîy bibe çi emelê ji wan dixwaze ji bo vê yeke lazim bûgo اف قرآن هانكي ورا انبيجن تفسير كر پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام د سپیک ده د سپیکا وحی ده معلومه حتى کو امبیشن وظيفة او یا پیغمبرتی قديا د وی ده رب عالم اوان ایت قو ش پیغمبر مر شان ش بوج انسان را بیجه پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام əvan ayeti qurani e, insan ara təbiin qir bəyan qir juha vəzifək vəzifə peyğəmbərimə aləsratu vəsəlam ji əb idi məsələmə ya təfsiri zamanı qo vəlat-ı istamə farabun insan nə ğəyni arabaqət nə islami o məlumə zaman-ı ərəbi ji او فصاحته بلاغته خويا او لنذاكر اې دي معلومه اې بوه خاطره گو ازمان ولا فهمي اې دي معلومه نه قاعده او اساس عالم اسلامي چګر يعني عالم زمان عربي اې دي جبو خاطره گو قران جي وره فهم كرن انسان اوان علمي هان استعمال كرن اې دي التفسير قرانه ده دري هنا يكجي تفسير روايتي يكجي تفسير درايتي معلومة تفسير روايتي ام بيجن شواغو بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام تفسير كش ودبي ويدا اصحابي وتابعين جي كبرنا بيدا بروايتي فان ام وي تفسير القرآن ام فهم دكن ام جفيرت بيجنا تفسير روايتي جاء تفسير درايته دقل آيات القرآن معلومة قرآن خب خو تفسير دك هناك آيات هناك آيات دي تفسير دك و بحديثة تفسير كر بروايته تفسير درايته دقل في زمان عربي وأدبيات وفان علمي ديغو

لا أقسم بيوم القيامة سوري قيامة ده دور ذا رب عالم بروجا قيامته صندخة ودور دا رب عالم دبيجا أي أوان إنسان يقول دبيجين قيامة تنه صغبونا بشتي تنه ونبيجين حاشا أوان حستي هاي زياي

Çıma misala tiliye insana da? Ev ayet ahan berya hazar o kusursal insan evi zamani ve ayet efem kırın zana bu navi zamani iro emi efem dikin. İro em dizanın go seriye peçiye tiliye insana her insana ki cehye cehye. Ne ve Ne Yani

اذ علم هاي فنيغو ايرو انسان هينو ديتنا بي علم فنيا ايرو قران بريا حزار و چارسا سالي بحسا بكري ل استنبولي ال جيغو امبيجن ريويت ساكرش بو خاطر يقول سوار بن جيكي ساكين نوسا جيكي دجفن دبي يكجي مسمانك خورتك مسمان جي دبي وها كتابك برتوكك آما دكر حاضر كريا بزمان انجليزي دبي كيسا توريست هاتية تركي اف خورت هانج درابا كتاب دريجي في زلامي هاندك دبي شخورا تاريخ تك تك تشخورا بخويني اف زلامي هان المانا بدلي خود راشي بخاطر غويناك نشكينه أبي تختورة أعز لامي يعني عن تختورة معلومه الصور ده بمعلومه خوابي جناية تعرضة تبراوي كده أو برتوك أو كتاب بريكاوية. ده خلاك بيجا كذاش خور لي ماجر. راد بده كده أه بحصها حياة أصحاب الكهف تك. أصحاب الكهف معلوم أصحاب الكف أه حف حب هوالن دش كفته كده. سيسد ونح صلاة درازن رب العالمين وانا درازينا رازينا و تذي إجا آيات تبيجا دبي موانكي كي فيالي ويالي مواد قلباند و وانجي ام بيجا لنجي خواه دريش كربو آيات دبيجا ما او انسان هر حفت هفال ما فيالي ويالي موسى موانا ام مواد زيبرا مواد جوهران ام بيجي مواد او ذكر لي اف اف جوتنا هان ام بيجي موسى بالا في تختور ادكشينا بي بيه ايات بيجا أه موان دا فيالي ما وان ويالي ويالي لي بالي كوتشكنا تشما او اش زانه يعني اوكا انسان معلومه اگر انسان د جکی درې شکریب من سرقت ابن خوشي ګو سن خوشي او ګرانل جکی اوسو ګدرې شکری سرقت د منو بدال او درزه اش بو خدته کو نه رض لازم جيو نه کی وره ګ حرام دن یا جی ور نه قلبان دن ویاله ویاله اجات سره لکلین کی دګه د میزه نګو انه کوچک او وبشکلي سکرن чыخاس بمینجی ته اوک جوانه کیره چینابه

لبلاه نجو أم بيجن راب أم بيجن الجوراه الشيخة الجوراه واخوا فانا امبيجن تفسير بك دي سادة تشرشة قرآن وحديث دا لب على كاريا هناك علم ديجي أم بيجن راب أه تفسير بك معلومة قرآن قرآن يعني أو بخد بيجت تيجي ربي عالمت بمعنى فكرن معنى فكرن سرّان آياته رب العالمين قرآن الكريم ده بخوا تشويقا ما دكا ببالغو أن سر أم بفكرن أم تفكر بكن جوا جو البيغمبر ما عليه السلام جي تمام قرآنه أم بجن معنى نكري تمام قرآني أه تمام قرآن أم بجن سريحة تابني أه جبو بيك ما عليه الصلاة والسلام جبو ابن عباس عبد الله كري عباس دعك كده اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل قلت يا ربي يعني اجب ابن عباس تدين تد ده تبكي فقيه وتعلمه التاويل تبوي بدهن كرين يا ربي تأويل القران يعني معناها معنا هنا معنى التاويل ده معنا نديهنا توان معناجي تب بدهن كرين ادي معلومه أجر انسان

گردایی به عقل عالم گویی و تفسیر بکه ازانا بونا وان بعلمی وانا کی؟ چه بوده که مثالاً ام میزنن هنک تفسیر هنا د عربي زمان عربی ام بیشین اوسا اه تفسیراتی کردن و وان عالما به وی شکلی به وی به وی هیله الایت میزان فقه ده. هنکا د هیلا تصوفه ده. یعنی يعني هر عالم كي الجورزانا بناخو أم بيجن قرآن تفسير كذي. مثلاً اب زجاج هي يا أبنائي تفسير قرآن السر زمان عربي النحوي أنا على يعني زمان قاعده عربي تفسير كذي. مثلاً جساس يا ابي أبج فقهك السر فقه مثلاً الآية تدا أم بيجن حكمي داخل حلال وحرام وواجب أم بيجن مكروه بشكل.

emê rêza nizula qur'anê emê bişopîn yanî nego di rêza qurane ya gu embêjin vêga deste me de em bjin fatîheû beqare zemane ko ji pêemberê ma ale latu waselam re ew rêz çawa hat em bêjin pêşî fatîhe û sûrê alaq û sûrê qalem muzemil witiki sûrê mekî û di pey re sûrê medenî insalah اما تفسير بكن بفي شماجي معلومة يعني أمباور معلومة دبي مجاري دا عالم إسلامي جي بشكلي يعني فكري خو بيان كرنا أنا عشان نقو أم سريخو أم دبي جن دبي ترتيب دا دماغو قرآن بي تفسير كرن بيرا جي حياة پيغمبر جي تفهم كرن وكاكو إنسان دشوي زماني the speaker the chawa the speaker yeah hatta wafat al-paigambar e ma'arissatu wa salam where is the ma insan ambition bish opine hayat al-paigambar khoda alayhi salatu wa salam aw cheter wara khoshwara fam kran cha inshallah maqsadama amham tafsir al-qur'ani bkun ham al-ambiragi am siira al-paigambar khoda hayat al-paigambar khoda alayhi salatu wa salam am bahar am majbkun في إن شاء الله أم بيجن ما نية خدا جيش بو قبول بك إن شاء الله دي وي ريد جي رب عالمي آل كارياما بك إن شاء الله دي سا دس بيكا تفسير إن شاء الله أمي چاو أمي تفسير قرآن بكن دما ما دس سوره كي كر سريع أول أمي بحثا في سورة بك جول مثلا فرس كم دمع ومدس سورة فاتحة كير. mana fatîhayê çi ye çima ev nav lê hatiye kirin a dda fî sûrê fatîheyê behsa çi dike emê divir de emê i emê çi bibînin di vî sûrêhan de muhîmiya vî sûreyê çi ye ev sûrêhan derheqê vê de hedîsê pemberê ma lew a jî di heyatû jiyana pêemberê maw tiek heye di derheqê fatîheyê de امي بحساوي امي بكر ان شاء الله يا دوا دما ما تفسير القران كر ان شاء الله امسر قاعده و ام بيجن او, أو زمان عربي ام ناس كن اگر حوجيت نبا جارنا حوجيت شد با فرشكم د دسميجي دسمجده تيد ربي عالم بر سيد بالله وامسحو برؤوسكم دبيجا سريح سريح مسح بكنجبو دسميجي

فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الْمَرَافِقِي وتي مثلا ربي عالمي دستي حتى ذي أنشكا بشون قالوا اف الى يعني معاد معنام معنا يعني دستي تبي تفي ام أن بجن أنشك يعني حتى أنشك مثلا نقطة مهمة يعني مثلا دسمي جدا قالوا ربي عالمي دم دم بجا وامسحوا برؤوسكم أَمَيْ وارجو لكم بخين يعني امئ وارجو بخين اگر ام ارجو لكم بخين بجري لازم ام 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 لنجي خوش مسح ام ارجو لك بخين أم أم أرجو لك بخن لكم بخين لازم ام لنجي خوش بشون مثلا دبان آيات هان ده ده مقابات نفيد مثلا قاعدة ام عربية ام بسكن يعني دوا ديسا تفسير كير آياتك أحكام حكم ده هنا فرسكم هناك آيات رب ربي عالم دور دجمرة تشتن فرس كرنا اشترى بيجم تشتن أم قد خكرية أم السروان بسكرن كأفقالو أف قد خكرنا كي يعني حيثيات حلال حرام بوني بانك افتشي حرام ياجو أمركر لازم ام بكن سرما فرزة جبو فيك ام بكن ام توصية ربي عالمية وقت توصيه كي جمرا كريه بفي شكلية لساوان آياتا جي إن شاء الله أمي بسكن أه ديسا دماغو جو أم بيجن ما قرآن مكر أم بيجن آيات آيات هنا مثلا أه ربي عالم تشناد بيجش بو ترغيبه يجب بو ترهيبه أمي السربان أمي بسكن ديسا مثل سبب نزولا وان آيات إحان أمي بسكن ربي عالم اب آياتي هان جبو چه ام بيشن داخستي يكا ديجي مناسبت ادنا بين آيات ادا چيه مناسبت او جارنا جي مثالا ديسا دي سا قرآنه كرين معلومة شحيسيات زماني عربي با چشنا وصا حريق العادة هدا مثالا قو انسانا دخنا حيرته دي سر زماني عربي قو بتاني خاصة بقرآنية ان شاء الله عمل سربان خصوصا دجي سر اه او ادبيات قرانه اه جو زمان عربي ده معلومه بالكيشه عمل سرديجي امي بسكر وما ما اميدا ما هيفيه ربي عالمي دفي ريدا اه علي كاريا ما بكا ما موفق بكا وربي عالمي في خدمتك امي بك ان شاء الله ربي عالمي جبو خقبول بك مجريا ما محافظه بك ورب العالم معلومه ان بان ايات هان ان بجن حاشا من غير حد نحد ما يقول حاشا ان ايرول سر اكراني تلفزيون ايغو ما تماشات عالم ما سيداي ما هنا أم غلامي وانا كده ام دسي ورا دميسن حاشا نحد ما أزبان قوتنا أز جوارة أز يعني سريع ده شو <سؤال> الحمد لله احتياجا تبا بوعز ونصيحته هي لي إن شاء الله ما هي فيجو جبو خاطر ام بيجن بير انينا بان ايات هانك جو انسان عالم و انسان جو ام بيجن حيوانك غمان وانك جبان ايات و معنا وانك زبن جبو خاطر اوجي جبان ايات هان خبردار ببن ام بيجن حيوانك جي هبه كرب ما جمت خواجه جبو خاطر جو ام ربي امر ربي ام فين بكن شبو فيك مثال اب انسان هانجي الفان ايات هان جهدار بكن ام فان تفسير هانك أمي ام بكن ان شاء الله شو خو معلومه ويا حياتا ماجي سبب حياتا ما سبب هبونا ما ابا وام كلام ربي, ربي خو ام ربي خو ام فين بكن كرب ربي باش ما من ام فين بكن خو سبب حياتا ماجي جيانا ماجي ابا إذا ما أملنا ما هي إن شاء الله أمجى ونجي جواب حقيقي أم استفادة بكن إن شاء الله إن شاء الله في حفتيه بيشيامه أمي دس تفسير القرآن بكن سورة يكمن سورة فاتحة إن شاء الله مدرس تفسير عويا إن شاء الله حتى حفتيه كدي بيمنده خشيدة أمرنا تقدابن أمجوا هي في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته